كلاهما متحدر من بيئة محرومة ومن مناطق نائية فقيرة. هي من بلدة الفاكهة في أقصى شمال سهل البقاع، وهو من بلدة راشية في أقصى غربه، بعيدان في الجغرافيا، لكن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جمعتهما في إطار برنامج المنح الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت. لولا اليو اس ايد ولولا الفرصة اللي عطتني إياها أنا بكون بغير محل كلياً. أكيد بكون فايتة على جامعة، بس ما حتكون إليت، ما حتكون يمكن مشهورة لنقول قد الأي يو بي وقوية، مش بس شهرة هيك على الفاضي. أمي ربة منزل، بي موظف وبتعرف موظف بلبنان على قد حاله يعني سو، ونحن 5 أولاد يعني ما في كان قدرة لنفوت كلنا على الجامعات. 60 طالباً متفوقاً من المدارس الحكومية شكلوا الدفعة 7 التي التحقت حديثاً بالجامعة. نائل واحد منهم، لكن ماريا سبقته ب4 سنوات، وها هي تحدثه عن تجربتها وتساعده كي يتأقلم سريعاً مع حياته الجامعية. هول ال4 سنين إذا بدي لخصهم هن كانوا مرحلة نمو مش طبيعية بحياتي، وكمان القصص والopportunities والفرص اللي عطتني إياهم كمان برات مجال اختصاصي إني ساعد عالم، لأنه نحنا مطلوب منا نعمل volunteering activities. عائلة كبيرة من كل مناطق لبنان أسستها الوكالة الأمريكية للتنمية في الجامعة الأمريكية في بيروت، طلاب سيكونون قادة تغيير إيجابي في مجتمعهم بعد التخرج. منقدم للطلاب أولاً قسط الجامعة كامل، معاش شهري، لابتوب، حق الكتب، إقامة بالجامعة.